فرحان ببهاء وتعالى دلعك واللي وصلنا له، فرحان بفري تي في لان هي اخر العمود عنده فواخده جايزه، فدي حاجه انا طالعه في دماغي اعرف هتعمل ايه جديد بقى الفتره اللي جايه. انا طالعه في دماغي عدي عليك بقى. ايوه طبعا انا بجد لو معاك منتجين العرب تعيش بنشوف على ايدك يمكن اغاني جديده مختلفه، وان شاء الله تسمعوا اصوات جديده، ان شاء الله تسمعوا اصوات جديده. عايز اعرف مصطفى شوقي تعمل جديد عنده الفتره اللي جايه كمان؟ نازل بسنجلاي سنجل قريب الفتره اللي جايه. معنى ايه طيب يا ريس؟ لوحده لا قصده مين الكاتب مين اللي مجهز؟